لا هوية الشعر يسلاها هاتسي وانت عاش ويصرف الشعر مثل البنك لا عد كاش. أبو جلال بن العدل كان مثل الحنش واليوم قالوا قدو محمول فوق النعاش. قصيدة كلمات الشاعر محمد علي عبد القادر المراني ألقاها تعزية بعد وفاة المقبولة بإذن الله جمال محمد علي العدل من أهالي محمد مراد. لحنا فائز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان ويقحى الزيادة الفرحان مع ثياب تسجيلات الفائز تمام. وسقاشي الأرض ورواش غيتي جا من سماش ما تشربي يا شموس الضوء بعد غدوش وعد ما الخلق دي في الكون يطلب حماش يقول أخو جبر قول والليل زاد الطفوش لا عاد شالله يا نفسي ولا عاد هواش. ولا عد هواش لهوية الشعر يسلى هاجسي وانت عاش ويصرف الشعر مثل البنك لا عد كاش. أبو جلال ابن العدل كان مثل الحناش واليوم قالوا قدوم وحمول فوق النعاش. يا حسن مرفوع شامخ صن صورة حبوش نعدنا ذا مثل هذا العسكرة والمعوش نعدنا ذا مثل هذا العسكرة والمعوش. سكاره والمعاش خليت والحرب بالرشاش مثل الطماش والبندق صرف والمولاه تجي له بلاش. حنيت ما حد من كثر الظما والعطوش بيطلب الماء ويتمنى المطر والرشاش. في عماش عمياء والمندي داويها عميدي نقاش ولا درينا في ييلو يا من نادواش.
15 جمال ويحيى وداود موتهم مهدوش وحزنهم الصدر كام والليسي والعشاش طول ما احنا نعاش الصاحب الجيد ما تغري من صرف البقوش والصاحب الشوم فيه وعد البلد دا يعاش واسكى صلاتي على المختار دينه دفاش محمد المصطفى نوره علينا فلاش والبلد وسار واستشهد وجامق بالعلى رباه شهيد يا حسن فوق الحد فارقنا جمال طول العبد اسبيلي تنهد وبركام سار نبضاه الوريد زامل كلمات الشاعر علي العزي المرامي بعد الشهاد المقبول بإذن الله جمال العدل ويليها الجواب من الشاعر محمد علي عبده بسم الله الفائز تمام الصمد هو الذي يعبد ويتصرف على خلقه أكيد دولة على عباد فيها مستلح كم من ولد في المعركة لا هد ما مثل عمر بن الوليد الجواب من الشاعر محمد علي عبده على زامل علي العزي المراني بعد استشهاد المقول بإذن الله جمال العدل علي مراني إلى العنزي